السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة معانا قصة حقيقية، صاحبتها اتعرضت للانتقاد من الناس وقالوا المفروض إنها ما كانتش تتصرف كده، ولكن ليها رأي تاني وعايزين نعرف آراء حضراتكم. يلا نبدأ. بسم الله. في شقة حلوة قوي قاعدين ستات كتير قوي، لابسين اسود في اسود ومستنيين الجنازة تطلع، ولكن الستات بتسأل عن مرات المتوفي اللي حبسة نفسها في الأوضة، وهنا أمها بتدخل عليها وتقول: علا انت مجنونة، انت هتاخدي عزا جوزك بفستان أحمر ومتزوقة ولا كأنك عروسة، انت خلاص الصدمة طيرت برج من عقلك ولا ايه؟ ولا صدمة ولا حاجة يا ماما، وبعدين الحزن في القلب، وانا برضو عاملة حسابي ولابسة شراب اسود، اعمل ايه يعني اكتر من كده يا ماما؟ يا حبيبتي الحي ابقى من الميت. لا يا علا، انت فعلا جرى في مخك حاجة، اهدي كده واعقلي، واللي حصل في المستشفى ده نصيب، والراجل خلاص راح عند ربنا، وربنا هو بس اللي يحاسبه، انسي بقى وخلي النهارده يعدي على خير. انت عايزه الناس تشمت فيكي وفينا بعد العز والدلع اللي الراجل كان معيشك فيهم؟ خلاص لما غلط غلطه بسيطه وراح عند ربنا، احنا هننصب له محاكمه؟ حماتك قاعده بره واخوات جوزك والكل مستني يشوف رد فعلك بعد اللي حصل. يلا يا بنتي ربنا يهديكي، غيري هدومك والبسي على جوزك اسود لو حتى كم يوم لما الناس تخف عنك شويه. اسمعي كلام امك يا علا، اللي انت بتعمليه ده هتشوفي عواقبه قدام، عايزاكي تنسي اللي حصل خلاص. انسي يا بنتي انسي، ده النسيان نعمه. هانسى ايه يا ماما؟ هانسى انه كسرني؟ هانسى انه استكتر عليا اني اصرخ واحزن عليه؟ لا يا ماما، انا هطلع للناس وانا لابسه احمر، والميك اب اللي عاملاه ده مستحيل اعيط علشان ما يسحش مني، وخصوصا امه واخواته لازم يشوفوا، لازم يشوفوا اني شمتانه في اللي حصل له، واني لسه صغيره ولازم اعيش حياتي. هو قسم عليا قلبه واداني كل حاجه بالنص، وانا مش هاخد الحزن لوحدي، فاهمه يا ماما؟ كفايه عليا نص الحزن عليه. وخرجت علا للناس وهي لابسه الفستان الاحمر، والكل مصدوم، والاكثر صدمه هم اخوات جوزها البنات وامه، وفي ست بتبص وتقول: يا حسره قلبي عليكي يا بنتي، خلاص الصدمه طيرت برج من عقلها، اصلها كانت بتحب المرحوم قوي. وهنا رباب اخت المرحوم بترد وتقول: علا مالك يا مرات اخويا، مش كفايه فضايح لحد هنا؟ لابس احمر ليه؟ هو النهارده عيد جوازك؟ انت ناسيه ان اللي راح ده نادر اللي كان مدلعك وملبسك الغالي كله، ولا نسيت الفسح والخروج والدلع ده كله خلاص اتنسى؟ ده انت لسه صورك معاه من كام يوم في الغردقه والكل شايفها، يعني المرحوم ما كانش بيستخسر فيك حاجه، يبقى المفروض انك يبقى عندك شويه من الاحمر وتحزني على جوزك. تصدقي ضحكتيني انت بالذات يا رباب، اصلك انت السبب في التخطيط ده كله، وانا لوحدي اللي كنت عبيطه ومش عارفه حاجه ونايمه على وداني. انت حزينه على اخوكي ومش حزينه عليا انا، انتوا كلكوا ساهمتوا في كسره قلبي وخرب بيتي، علشان كده محدش ليه عندي كلام، ومش عايزه اسمع من حد اي كلمه تانية. وهنا مديحه اخت رباب واخت المرحوم الكبيره قامت وقالت: رباب اهدي شويه وكفايه كده كلام قدام الناس، انا حاسه اننا بقينا حديث المدينه بعد اللي حصل امبارح والنهارده، ودلوقتي الست علا بتكمل المسلسل الكوميدي ده، حرام عليكم، خلي عندكم شويه دم، ولا حتى اعملوا حساب لامي الست الكبيره المقهوره على وفاه ابنها الوحيد. أمك؟ أيوة صحيح، هي كمان موجودة؟ طيب الحمد لله، عايزها تشوفني وأنا عروسة. حكم أمك يا ست مديحة، طول عمرها عاوزة تخلي كل البنات عرايس لأخوكي، وكلهم عندها حلوين وأمارات،
إلا أنا اللي وحشة وبضب. صح يا ست رباب، صح يا مديحة، مش هو ده كلام أمك عليا؟ عموما الزمن دوار ولسه قدامنا كتير قوي، الوقت طويل هنتحاسب براحتنا. وقعدت علا تسرح بخيالها وتحاول تمسك دموعها بالعافية، وبتفتكر إن كل اللي عمله جوزها المرحوم لازم يكون ده رد فعله. ورجعت علا بالذاكرة لحوالي 10 سنين فاتوا. علا ونادر كانوا زمايل في الجامعة، هو أكبر منها بحوالي 3 سنين، حبوا بعض جدا واتفقوا على الجواز. نادر هو الابن الوحيد لأمه، وعنده 2 اخوات بنين، رباب ومديحة. والدة نادر ست مسيطرة جدا وبتحب نادر وداخلة في كل تفاصيل حياته أكتر من اللزوم. وفي اليوم اللي المفروض إن نادر رايح يتفق مع والد علا على إتمام الجواز، أمه وإخواته كانوا معاه، والست أم نادر قالت: بص بقى يا أبو علا، أنا ما عنديش من الدنيا غير نادر وإخواته البنات، ربنا يحميهم ويحفظهم لي إن شاء الله. علشان كده البنت اللي هتتجوز نادر لازم تعرف إنها مش معنى إنها بقت مراته يبقى كده خلاص كلمتها تمشي في البيت، لا، المركب اللي ليها رئيسين بتغرق، وانا محبش حد غيري يسوق المركب بتاعي. والدة علا بترد وتقول: لا طبعا يا ست ام نادر، احنا بنتنا مش رايحة تحط راسها براسك خالص، ده حضرتك ست الكل وزي امها تمام. لا يا حبيبتي، انا مش زي امها ولا هي زي بنتي، بنتك هتفضل بنتك، وانا ماليش غير بنتين 2، وعمر مرات الابن ما تكون زي بنتي. سامحوني انا اصلي صريحه، واقول للاعور انت اعور في عينه، ما يهمنيش من حد. علا قربت من نادر وقالت: نادر، هي طنط جايه تتمم الجوازه ولا جايه تفركش الجوازه؟ انا حاسه ان امك مش طايقاني من اولها، ولا انت يا حبيبي شايف حاجه غير كده؟ لا 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 يا علا، ما تخافيش، امي طيبه قوي وقلبها ابيض، بس هي بس مش بتعرف ترتب الكلام ولا تسوقه. ما تخافيش يا حبيبتي، انا هلم الموضوع حالا. وبدا نادر يتكلم ويقول: اسمح لي يا عمي، امي مش قصدها حاجه وحشه، امي قصدها ان علا لسه صغيرة ولازم طبعا تاخد بنصيحتها، وخصوصا ان ماما بسم الله ما شاء الله عليها وربنا يبارك لنا في عمرها، معروف عنها انها صاحبة رأي صائب وحكيم. انا يا عمي عاوز حضرتك ما تخافش ابدا على علا، ده انا لو اطول اخبيها في عيوني هخبيها من عيون الناس. نادر، مش علا بس اللي لسه صغيرة يا حبيب امك، انت كمان لسه صغير، وانا بصراحة خايفة لا تكون مشاعرك متقلبة وبعد شوية تيجي تقول لي الحقيني يا ماما عايزة اطلقها. مامة علا اتضايقت جدا وردت وقالت: يا ساتر يا رب، ايه يا ست ام نادر الكلام ده؟ صلي على النبي يا حبيبتي، العرسان لسه بيقروا الفاتحة، طلقك فالله الشر. على فكرة بقى، انا طول عمري مش عايزة بنتي تتجوز واحد وحيد أمه، علشان اللي بسمعه إن الوحيد ده أمه بتبقى حاطة في اعتبارها إن مراته جاية تخطفه منها. ولكن بقى هنقول إيه النصيب؟ ولولا إن نادر الراجل وجاني كام مرة وحياتك وترجاني يا أم نادر، وقال لي إنه عايز يتجوز علا وبحبها، أنا ما كنتش وافقت أبدا على كده. ايه ايه، استني لو سمحتي يا ام علا. نادر، انت ازاي تيجي من غير ما تقولي؟ هو انا خلاص ولا ايه؟ بقيت طرطور في البيت ومفيش قيمه ليا؟ لا 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 يا امي، والله ابدا، انا فعلا جيت لطنط ام علا يعني اربط كلام، كنت خايف حد يسبقني ويتجوز علا. وايه يعني يا حبيب امك لما تتجوز غيرك؟ هو اللي خلقها ما خلقش غيرها ولا ايه؟ ولا تكونش مش حاسس بقيمة نفسك. ومن هنا
بدأت أفهم كويس أوي إن حماتي وإخوات جوزي هيكون ليهم اليد العليا في خراب بيتي، ولكن هعمل إيه؟ بحبه ومش قادرة أبعد عنه، وكل همي دلوقتي إننا نتجوز، وبعد كده أي حاجة ممكن تتحل. ومرت الأيام وتم الفرح، وبعد الزفة روحنا البيت ولقينا حاجة غريبة جدا. حماتي واقفة على الباب وحاطة إيدها على الباب وعايزاني إيه أعدي من تحت إيدها. إيه ده يا نادر، هي صنت واقفة كده ليه؟ تكونش مش عايزاني أدخل ولا إيه؟ آه لا يا حبيبتي، لا دي بس تقاليد كده، إن أم العريس تقف كده والعروسة تعدي من تحت إيدها. إيه يعني يا حبيبتي، ده دليل على إن مرات ابنها هتسمع كلامها. آه وشفت إخواتك البنات واقفين إزاي؟ عموما أوكي، تعالى بقى نكمل الفيلم الحلو ده. رباب أخت العريس بصت لعلا وقالت: يلا يا عروسة، يلا يا مرات أخويا، عدي من تحت إيد أمي ولبي فروض الولاء والطاعة، ولا يكونش لك رأي تاني يا حلوة. وانتي بقى يا رباب جاية معانا ليه؟ ولا تكونيش عاملة حسابك إن أنا ووالدتك هنتخانق وجاية تضربيني؟ أضربك أنا؟ اخص عليكي يا مرات أخويا، عموما الله يسامحك، أنا عارفة إنك قادرة ومستقوية، بس اعملي في حسابك أخويا نادر راجل وهيعرف يشكمك كويس ويوقفك عند حدك. إيه؟ يشكمني ولا يوقفني عند حد ليه؟ شايفاني حيوانة؟ ولعلمك اللي بيتشكم ده الحيوانات وبس يا ست رباب. فيا حبيبتي ان كل يوم والتاني بتزعلي وتغضبي عند امك، ده نسمع انك بتزعلي سبت واتنين واربع. هي اللي انت بتقوليه ده يا ست علا؟ شفت يا نادر يا اخويا مراتك من اولها بتعايرني وبتقول عليا ايه؟ اه ما هو انت برضه سايب لها الحبل على الغارب. اقسم بالله لو ما جبتش ليا حقي رجلي ما تخطي عتبات بيتك تاني يا اخويا. بس يا بت، ايه في ايه؟ البيت ده بيتي انا، انا امك يا بت ولسه ما متش، وعلا مرات اخوكي ضيفه وممكن جدا تروح بيت ابوها دلوقتي عادي، ما يهمنيش. والله يا طنط عندك حق، يبقى كويس برضو، اتفضل يا سنادر طلقني وخليك في حضن امك يا حيلتها. وسابتهم علا ونزلت تجري على السلم ونادر بيجري وراها، وطبعا الشارع كله اتفرج عليهم، العروسة اللي لابسة فستان الفرح والعريس بيجري وراها في الشارع. ورجعت علا بيت أبوها ونادر أخد تاكسي ووراها جري، وفي بيت بابا علا: يا بنتي اهدي شوية، انت عارفة من الأول إن حماتك مسيطرة وابنها وحيد، وعلى رأي المثل إياكي تاخدي وحيد أمه إذا كان الجيش نفسه سابهولها، تيجي انت تاخديه منها. ماما لو سمحتي كفاية تقطيم بقى فيا وذل، سيبيني في حالي، سيبيني في اللي أنا فيه. يا حبيبتي ما ينفعش أسيبك، جوزك بره ولازم تروحي معاه دلوقتي، ما ينفعش تباتي هنا ابدا، انت عايزه الجيران والناس تاكل وشنا. يلا يا حبيبتي وانا هحكم على نادر من بكره يشوف لك شقه بره بيت العيله، ده يعني لو عايزين تعيشوا سوا، ولو اني عارفه ان حماتك لا يمكن توافق ان ابنها الحيله يعيش لوحده. وخرجت وروحت مع نادر اللي كان خايف على زعلي، وفي نفس الوقت خايف على زعل أمه وخايف من كلام إخواته البنات، ويمكن يكون فعلا شخصية ضعيفة شوية، لكن رجعت معاه علشان أحط حدود وآخد حقي من أمه وإخواته اللي فرجوا عليا الناس ليلة فرحي. ورجعنا البيت وكان الكل نائم، طلعنا شقتنا لوحدنا، أتاريهم فرحانين وفاكرين إن بيت عند أمي،
وتاني يوم بدأت بقى الحوارات، وكان لازم أواجه وأفضل أحافظ على بيتي على قد ما أقدر، خصوصا كمان إن جوزي بيسافر وكلها شهرين وسيبني ويمشي، ووقتها كان لازم أرجع أقعد مع أمي تاني وأسيب لهم البيت بمشاكله. وعشنا مع بعض نحاول نتمتع بالأجازة، ورغم كل التدخلات إلا إني قررت أعيش وأتعايش معاهم. حماتي كانت عايزة تفرض رأيها بأي طريقة، إخواته البنات مش عايزين إني أكون أحسن منهم في أي حاجة. وفي يوم نادر رجع من بره وقال لأمه: مساء الخير يا أمي. مساء الخير يا علا يا حبيبتي. على فكرة يا علا، أنا خلاص جبت التكييف، وبإذن الله العمال هيركبوه قبل ما يسافر. تكييف ليه يا حبيب أمك؟ إيه يا نادر فيه إيه؟ أنت مش عندك تكييف في الصالة، جايب واحد تاني ليه؟ ولا هي مصاريف وكهرباء زيادة وخلاص؟ لا يا أمي، التكييف اللي عندنا في الصالة ضعيف شوية، وعلا بتنام في الأوضة، وانت عارفة الصيف شقتنا حر قوي، ما ينفعش ننام في الأوضة من غير تكييف. بقولك ايه يا نادر، اخواتك البنات ما عندهمش تكييف اصلا وعايشين وزي الفل، فانما انت مدلع مراتك قوي، وبصراحة الدلع ده افترى على نعمة ربنا. سيب التكييف ده هنا، ولما تسافر وترجع ابقى جيب لها واحد غيره، انما ده هيركب في اوضتي انا. ازاي يعني يا طنط؟ التكييف ده جوزي جايبه ليا انا، وحضرتك لو عايزه تكييف يبقى يجيب لك واحد غيره. هو انت طول عمرك ما بتحبيش التكييف وبتضحكي على الناس اللي بتنام تحته، اشمعنى دلوقتي يعني؟ مزاجي كده يا مرات ابني، وده زي ما هو جوزك فهو ابني، فاهمه ولا لا؟ واللي في ضميني تبقى انت تاخديه. زعلت قوي وقلبي اتقهر من تحكماتها، وفعلا حكمت على نادر ما يجيبليش تكييف غير لما يسافر ويرجع، والمصيبه ان نادر سمع كلامها. ومرت الايام وسافر نادر وسابني، وانا رحت قعدت مع امي منعا للمشاكل مع اهل جوزي. وعدت سنه وكنت خلاص قربت اولد اول مولود ليا. نادر رجع، والمره دي بصراحه كان جايب ليا ذهب وفساتين كتير قوي، ومن الواضح ان وش حلو عليه في الشغل. علا يا حبيبتي، يا رب تكون الهدايا بتاعتك عجبتك. عجبتني قوي يا نادر، متشكره جدا يا حبيبي. بس احكي لي بقى، هو شغلك اتغير ولا ايه؟ انا شايفه يعني ما شاء الله الاشياء بقت معدل. ايوه فعلا يا حبيبتي، انا اشتغلت مع واحد كويس قوي، هو مصري وفاتح هناك مشروع كويس جدا، وبيعتبرني دراعه اليمين. بس معلش بقى، مش عايز لا امي ولا اخواتي البنات يشوفوا الذهب ده، خليه معاك انت وبس، ومحدش يشوفه منهم علشان محدش يفتكر اني لازم اجيب لهم زيك. ايه الكلام ده يا نادر؟ انت اصلا المفروض ما تجيبش لحد دهب غيري انا، كل واحدة فيهم اخدت ورثها في ابوك ومتجوزة وملزومة من جوزها، انما انا ملزمة منك انت. خلاص بقى يا حبيبتي، علشان خاطري عايز الاجازة كلها تبقى فرح وسعادة، دي الاجازة كلها اسبوع، مش عايز في نكد. ايه معقول يا نادر اسبوع واحد بس؟ هل انت مش كنت قبل كده بتنزل بالشهرين؟ معلش يا حبيبتي، الشغل الجديد لازم ما غيبش عنه اكتر من كده. معلش بقى، نستحمل بعض، وبعدين الشغل الجديد كله فلوس ودي حاجة كويسة. تمام يا حبيبي، المهم انك تكون مبسوط. وسافر نادر، وانا بقيت ما بين شقتي وشقة امي، علشان برضو حماتي كانت بتزعل ان الولد ما بتعرفش تشوفه كتير. وفضل نادر ينزل كل 3 شهور اسبوع ولا 2 ويسافر تاني،
ومرت الأيام والسنين وإحنا على نفس الوضع، بس بصراحة زهقت قوي من الوضع ده. هقاله إزيك يا نادر، أنا عايزة أقولك إن الوضع ده بقى صعب قوي، المفروض إنك تكون معايا أنا وابنك يا سيدي، أنت ناسي إني حامل تاني وهولد بعد كام شهر، إنما الغربة دي كده أنا مش حاسة إني متجوزة أصلا. لا يا حلا اهدي كده، أنا على فكرة عندي ليكي مفاجأة حلوة قوي، أنا اشتريت شقة في الغردقة علشان نروح نتفسح فيها، وكل ده من الشغل الجديد، يبقى نستحمل بعض شوية يا حبيبتي ولا إيه؟ بجد أنت اشتريت شقة؟ إمتى وإزاي؟ أنا إزاي مش عارفة الموضوع ده؟ وطبعا أمك وإخواتك عرفوا قبل مني صح؟ لا يا حبيبتي وحياتك محدش عارف حاجة، أنا عاملها مفاجأة ليك، وكنت ناوي أعرفك يوم سبوع المولود وأفسحك فيها كمان بعد الولادة. فرحت قوي وقلت فعلا عنده حق، لازم نتحمل بعض شوية ونعمل مستقبل لولادنا، وأنا وهو أخدنا أجازة أسبوعين وسافرنا الشقة الجديدة، وطبعا حماتي معانا، ده حتى أخواته البنات كل واحدة كان معاها نسخة من المفتاح، لما تحب تغير جو تسافر هي وجوزها وأولادها كمان. بيني وبينكو قلت مفيش مشكلة، أهم حاجة إننا نبقى مبسوطين ومعانا فلوس ومستورين، ومرت السنين على نفس الوضع، كل لما أزهق ومحتاجة جوزي جنبي هو أمه تقولي علا انت وش فقرة على فكرة، عايزة الراجل يقعد جنبك وسيب شغله، بصي يا اختي على شقتك، بصي على الذهب اللي مال ايديكي، بصي على مصروفك ومصروف عيالك، واحمدي ربنا غيرك يا حبيبتي مش لاقي العيش الحال، ابني ملك ومعيشك ملكة، اظن واحدة زيك لازم تبقى تحت رجلين امه، فاهمة ولا لأ؟ حاضر يا طنط، بس برضو انا كمان لي حق عليه، العيال كبرت ودخلت المدرسة وانا تعبت قوي من المسؤولية، وهو لازم يكون معايا حتى لو شهرين على بعض في السنة، انما ده ما بيفتكرنيش يا طنط غير كل كام شهر اسبوع ولا اتنين، وده بصراحة كده حرام. خلاص يا بت صعبت عليا، انا هكلمه واخليه ينزل اسبوعين على بعض، بس اعملي حسابك اياكي تتكلمي معاه في القعدة ولا يسيب الشغل، انت عايزة تقطعي رزقه ولا ايه يا ست علا؟ واعملي في حسابك الست بتتعوض، انما الشغلانة الحلوة ما بتتعوضش، واياكي تنكدي عليه، انا ابني زي ما قلتلك ملك ومحتاج ملكة تدلعه، والا يا حبيبتي الجواري كتير اجوزه بدل الوحده دسته من الصبح. ورغم ان حاسه بالذل من كلام حماتي، الا انها كانت ليها القدره ان نادر يسمع كل كلامها وينفذه كمان، ومرت الايام وفعلا نادر نزل، والمره دي فرحني انه نازل ومعاه عربيه جديده اخر موديل. نادر حبيبي معقول ايه العربية الحلوة دي؟ ما قلتليش يعني انك هتشتري عربية. ما انت عارفة يا حبيبتي كل حاجة احب اعملها مفاجأة، يلا بقى جهزي نفسك وسيبي الولاد مع ماما وتعالي نتفسح شوية. حاضر يا حبيبي، ثواني البس واجهز. كنت فرحانة قوي، ولكن بعد ما جهزت لقيت تليفون جاي لنادر، ولقيته مستعجل قوي وقال لي معلش يا علا، الراجل المصري اللي انا شغال معاه نازل معايا وعنده مشكلة كده ولازم اكون معاه، معلش بقى يا حبيبتي خلي الخروجة دي لبعد بكرة لاني ممكن جدا ابات عنده لانه تعبان. لا يا حبيبي اوكي مفيش مشكلة خالص، الف سلامة عليه. بقولك ايه، تحب اجي معاك اساعدك في حاجة؟ ها؟ لا 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 لا، انا عارف علاجه وبإذن الله يبقى تمام، يلا يا حبيبتي تصبحي على خير. ونزل نادر مستعجل قوي واخد العربية الجديدة
وراح لصاحبه اللي مفروض إنه صاحب الشغل. وبعد ساعة رن تليفون حماتي وسمعتها بتصرخ وتقول: ابني راح يا علا، الحقي يا علا، الحقي جوزك راح يا علا. نزلت أجري، أخدت منها التليفون وعرفت إن نادر اتقلبت عربيته ودخل المستشفى. نزلت أجري مش عارفة نفسي لابسة لبس البيت ولا لابسة إيه. أمي ابني كلمها وعرفها اللي حصل، إخواته البنات والجيران والدنيا كلها بعد ساعة كانت في المستشفى. وطلع الدكتور وقال إن نادر الله يرحمه. صرخت ووقعت في الأرض، كنت تقريبا هموت عليه. وبعد ساعتين كنا لسه في انتظار الإجراءات، طلع الضابط وقال: لو سمحتوا فين زوجة المتوفي علشان تستلم محفظته وأوراقه، والعربية كمان كان فيها فلوس. أنا يا فندم مراته. تمام يا مدام، اتفضلي هاتي بطاقتك وتعالي معايا. طلعت البطاقة وسلمتها للضابط، بص فيها وقال: أصعب خبر ممكن ست تسمعه في حياتها. لا يا فندم، أنا عايز مراته، أنا آسف جدا. يا حضرة الضابط، أنا مراته واسمي علا. لا يا مدام، أنا آسف، مراته اسمها سهام عبد الرحمن، وقسيمة الزواج في محفظته، والعربية كمان باسمها والرخصة في محفظته. إيه؟ أنت بتقول إيه؟ نادر متجوز عليا؟ لا طبعا مستحيل، لو سمحت ركز شوية وشوف الأوراق بتقول إيه. ساعتها أمه وإخواته وجوازهم قربوا وقالوا: أيوة يا حضرة الضابط، ابني كان متجوز عليها، والست سهام هتيجي حالا تستلم الحاجة وتستلم عربيتها. سكت خالص، أمي وأبويا خدوني الاستراحة، وكان لازم أفهم وبسرعة. بابا نادى على جوز أخته ليفهم منه اللي حصل، وعارف الحقيقة، فإن نادر اتعرف على سهام سيدة أعمال في الغربة، وتنفيذا لرغبة أمه إنه لازم يكون راجل ويفتح أكتر من بيت اتجوزها، وكانت هي وش السعد عليه، والفلوس والشقة والعربية كمان تبقى تبع الست سهام. الناس أخدوه ورجعوا البيت، ولازم نستنى للصبح النهار يطلع علشان نتمم الجنازة. وأنا فضلت في أوضتي مش عايز أخرج منها. ولحد هنا نرجع تاني للبيت اللي مليان ستات لابسين أسود في أسود، وأنا الوحيدة اللي لابسة فستان أحمر وباخد عزا جوزي. دخلت الزوجة التانية تصرخ وتعيط علي، بصت لي وكأنها كمان عارفاني. طبعا ما هي عارفة اني نايمة على وداني، وعارفة ان اليوم ده هيجي ونتقابل، لكن للأسف اليوم ده جه وكان أصعب يوم في حياتي وحياتها. وقررت بعد العزة اخد عيالي وارجع بيت ابويا وانسى اللي حصل. وللأسف القدر ما ادهلوش مهلة انه يعترف باللي عمله، ولا ان يكون ليا الحق اني اسامحه. بس بجد انا عمري ما هسامحه، لانه حتى استكتر عليا اني احزن عليه رغم كل الحياة الحلوة اللي عشناها سوا. لو انت مكان صاحبة القصة هتعملي ايه؟ هتحزني عليه، ولا الغيرة واحساسك بالغد هيمنعك من الحزن عليه؟ مستنية آرائكم في التعليقات.